ثورة في مجال الطب، قلب شبحي قد ينقذ حياة الملايين، ابتكار علمي فريد قدم خلال فعالية لايف اتسلف، والذي ربما يكون بوابة لمستقبل بشري جديد حيث يحتضن خلايا جذعية بشرية، ما قد يفتح الباب لثورة طبية يمكنها إنقاذ حياة الملايين من البشر ممن يعانون من أمراض القلب. يعمل هذا الابتكار عن طريق صقلات قلب القلب خنزير مضافة إلى خلايا جذعية بشرية، تشكل قلبا بشريا حيويا ونابضا لن يرفضه الجسم. ويعود ذلك بحسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية لطريقة صنع هذا القلب من أنسجة بشرية ونقل آلية زرع القلب من إجراء عملية طارئة إلى عملية مخطط لها. العالمة التي كانت وراء هذا الاكتشاف أشارت إلى أن العملية التي يتم بها تشكيل القلب تمثل مخاطر أقل بكثير من الطرق التقليدية في عمليات زراعة القلب، خاصة فيما يتعلق بالمتابعة بعد العملية والأدوية التي يحتاجها المريض. فلنتابع. For people with end-stage disease, and so we're also working on building organs. It's really about building the future of medicine today. Yeah, we're doing it right here in Texas. عملية متابعة بدائل لزراعة القلب لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، فقد حققت العالمة التي أشرفت على التجربة نجاحها الأول عام 2008 عندما قامت مع فريق من جامعة مينيسوتا الأمريكية بغسل الخلايا من قلب فأر، وبدأوا العمل مع الهيكل الشفاف الذي خلفه ذلك. وسرعان ما درجت على استخدام قلب الخنازير بسبب تشابهها التشريحي مع قلب البشر، عملية معقدة تتطلب بيئة ملائمة ومعقمة وخطوات طويلة في معالجة الخلايا ثم رعاية القلب الناشئ عنها على مدار 24 ساعة في 7 أيام. لكن لإنتاج هذا القلب فنحن بحاجة لمليارات ومليارات من الخلايا الجذعية، فمقابل كل جرام من أنسجة القلب التي بنيت احتاج العلماء إلى مليار خلية قلب، والأهم من أين يمكن للعلماء التزود بها. لتبسيط هذه العملية اكتشف باحث ياباني في الطب الحيوي أن خلايا الجلد البشرية البالغة يمكن إعادة برمجتها لتتصرف مثل الخلايا الجذعية الجنينية أو متعددة القدرات القابلة للتطور في أي خلية أخرى في الجسم من خلال ألياف خاصة. If I can make a difference in the life of someone with disease, then that's